وانا لما بقول اني بحبك انا ما بهزر، وان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزر. وانا لما بقول اني بحبك انا ما بهزر. وان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزر. اسمع قوي للي بقولهولك دلوقت، انا قلبي حاسبهولك، والعرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوض. اسمع قوي للي بقولهولك دلوقت، انا قلبي حاسبهولك، والعرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوض. انا ما بهزرش اني هقابلك قدام البيت، وتشوفني تملي قصاد عينك لو رحت وجيت. انا ما بهزرش اني هقابلك قدام البيت، وتشوفني تملي قصاد عينك لو رحت وجيت. وانا عارف انك بعد شويه هتنام وعينيك تحلم بيا، وتلاقي نفسك بتموت بيا وانت ما تعرف. انا عارف انك بعد شويه هتنام وعينيك تحلم بيا، وتلاقي نفسك بتموت بيا وانت ما تعرف. وانا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش، وان قلت كمان عايز اقابلك انا ما بهزرش. وانا لما بقول اني بحبك انا ما بهزرش. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه الحلاوه دي يا اولاد؟ مشرفين ومنورين كده، ونتمنى تتبسطوا عندنا النهارده. عندنا النهارده اكلات حلوه في المطعم اميره فامي. هلا منورة، ازيك يا شريف؟ عاملة لنا ايه النهارده؟ انا اكلت من الحاجة اللي انت عاملاها تجنن. ربنا يخليك. ايديك ايه بقى الحاجات دي؟ قول لنا كده. عاملين فطاير بخلطة اسمها خلطة المحمرة، وعاملين بسكوت حلو قوي، بسكوت مقلي. مقلي منورة كالعادة. بعد بقى ما ناكل المقليات والمشويات والمحمرات والفطاير، نلعب شوية رياضة مع كابتن طلعت. اهو منور معانا النهاردة، معايا كابتن عطية وكابتن وفي. اهلا يا اولاد. حبيبي عامل ايه؟ كله جميل. اخبارك ايه؟ زي الفل. مالك لابس اسود في اسود لون الارض كده؟ ما انتش باين. شبه قوي. لا، في جزمه بيضاء. اقطعوا عليه كده، اقطعوا عليه، اقطعوا عليه بس. عشان في جزمه بيضاء اهي. اقطعوا في اللونج يمين شن اهو. اقطعوا، بص اقطع عليه عشان بس يفهم. لا اقطع عليه بالطول بقى. ايوه بص، انت في اللونج زي الارض. ها؟ اه باين الجزمه بس. هو انتوا النهارده انتوا التلاته كان فيكم حاجه مش مظبوطه. تحكوا كده ليه دول؟ ايه يا عم كده؟ يلا الحمد لله. هتعدي على خير. شوف يا عطية، شعرك كان عامل لي هيستيريا. حلو؟ شوف يا عطية، شعرك عامل لي هيستيريا. لا سجع. سجع بس كده برضه حلو. يعني شعرك بقى اللي انت قصيته ده وديته فين؟ معايا. طب ما جبتوش معاك ليه؟ هجيبه اعمل بيه هنا يعني. نعم؟ هجيبه اعمل بيه. لا المره الجايه بجد. جيبه لي المره الجايه. ماشي. انا لا المره الجايه معايا 50 خصله تقريبا. هاتهم بقى المره الجايه، انا عايز اجرب. اعمل حاجه. اوكي، ده بالنسبه لمسيو عطيه. ايه؟ تلاش. انت جايب الفانيلا الداخليه ونازل كده في الشارع؟ تلاش. في حاجه غلط فيك. مش هيحلك انا عارف. بص، انت بتعرف من النوع اللي بيمشي على ايديه ورجليه وكده؟ انا؟ اه.
تمشي على ايديك؟ لا هو بص انا عايزك ايه؟ بص 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 انا واقف كده اهو ها؟ هتعمل كده كده يلا خليكوا قاطعين عليه يلا بسرعه 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 ها؟ يلا كمان عقاب كمان واحده يلا يلا اه بسرعه بسرعه واحد اثنين هوب لا ما بنيتش كلك كلك يلا حبيبي يلا بس عشان ها يلا اوه خدتوا بالكم طبعا في ظهره في ايه؟ احنا لبسناه تيشيرت بالمشقلب رايح شاري تيشيرت ودافع فيها دم قلبه عشان يحط اسم البراند وده ممنوع عندي هنا اصلا فقلت له انت هتطلع لابس التيشيرت بقفاها مش منطقي ليه تروح تعمل دعايه للشركات احنا مالنا بيه والله قلت له مش هيعديها بالساهل انا عارف يلا تاني مين خلاص عايز تعملها تاني يلا ايه ده بتعملي ايه انت رخره بعدين بتعملي ايه انت هتتكلم عن ايه يا طالعه بس بفتكر لا هنتكلم عن ايه هي اسباب الزياده لما بنيجي نوقف رياضه زياده ايه زياده الوزن طب ما تقول الجمله على بعضها انا اسف ايه اسباب زياده الوزن ايه اسباب زياده الوزن لما بنوقف رياضه وبنوقف دايت اوكي انا برضه مكتوب عليه ايه ده مين شفتها I just got lighter مش مهم انت زيتك شكليات دي حاجات فارغه انت عارف معناها ايه لا تمام ما قريتهاش لا طب كام بجد اه انت هتضطر في الفقره تلبسها برضه بالمشقلب ده كلمه وحشه لا استحاله دي مع الديل الحصان يعني ماشي تمام انت رحت اشتريت دي من غير ما تقرا مكتوب ايه لا ما قريتهاش دي بس تمام اوكي انا وصلت العيال دي يا جماعه بتعمل حاجات غريبه يعني انا لابس تيشيرت مكتوب عليها ايه اي لاف فلاورز مش عارف ايه مش ممكن انت بتبصي لي كده ليه؟ لا عادي مبسوطه؟ جدا يا رب دايما ختامها مسكي بقى النهارده مع مسيو ايهاب وكيم اهلا وسهلا اهلا وسهلا يرضيك اللي هما بيعملوه ده؟ راح يدفع دم قلبه في تيشيرت عليها اسم البتاع قد كده؟ ينفع؟ يعني هو ما عملش حساب انه هيجي بيها هنا لا قايلين له قايلين له هو مش اول مره يجي ده جه مرتين قبل كده لا وليه يمشي بيها اصلا في الشارع؟ انت عايزه يعمل ايه؟ لا ما يلبس اسامي البراندات بالكبير انت شكلك بتعمل كده لا ما عنديش براندات انا كل هدومي شايف احنا ما عندناش براندات مصري. ايوه بس انا مش رشيق زيهم كده وبلبس تيشرتات وحركات وحاجات رياضه لا انت بتلبس تيشرتات شباب بقى دول مغنيين يعني انت مش شباب دقيقه واحده بس عشان احنا مع بعضينا وانت معانا برضو في الليله واحنا مش شباب يعني ولا ايه لا ما هو الشباب ممتد يعني ايوه ممتد من 20 ل 60 ده كل المرحله دي كلها مرحله الشباب طب النهارده هنتكلم عن ايه؟ عن المرحله اللي قبل الشباب الى المراهقه هما الثلاثه دول لا مش الدرجه دي منور ميرسي اهلا وسهلا بيك عندنا كمان النهارده مزازيكي مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل اهلا وسهلا لسه عندك صداع؟ لا احسن كتير طبعا فس ما بيجيبش نتيجه ده ها اخباركم ايه؟ كله تمام ايه النظام؟ الحمد لله مبسوط؟ كله حلو جدا حد مضايقك؟ لا خالص كله تمام؟ كله تمام عايز تغني ايه؟ هنغني حاجه لعمرو دياب بقى الهضبه 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 ايه بقى هنغني؟ نور العين مين؟ نور العين حبيبي يا نور العين يا ساجن الله حلو قوي احبها فيري نايس هنسمعها جزء منها كده فاصل بعد فاصل نرجع لكم مع أميرة نعمل الحاجات المقلية والمشوية خليكم معانا مزيكا حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي. حبيبي 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 يا نور العين. حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها. الله عليك الله على سحرها. أجمل عيون في الكون أنا شفتها. الله عليك الله على سحرها. عيونك معايا عيونك كفاية. عيونك معايا عيونك كفاية. تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين. حبيبي 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 يا نور العين. حبيبي 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 يا نور العين. حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. با شكرا. شفتوا ايه بتاعي؟ حد بيعملها غيري. اه طبعا كده ومميزه في كل احوالك. انت دايما مختلفه. يا حبيبي ربنا يخليك. ده ايه؟ تمام. انت كويسه؟ جدا. ولادك حلوين؟ زي الفل. احفادك؟ هي هي واحده. ان شاء الله يبقوا كتير. يا رب يا رب يزيدوا. الصيف بقى وكده. بقول لك ايه؟ بقول للساده المشاهدين ايه؟ هي عامله حاجه انا دقتها اتجنن بصراحه. فطيره كده دي بتاعتي دي ايه دي؟ دي فطاير بالطه. فطاير 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 ب بحشوه اقتصاديه جدا وهتعجبكم خالص خالص وسهل سهل جدا. انا اكلت اتنين. اه يا حبيبي الهنا والشفا. هتهبل. وما هذا؟ ده بسكوت محمر. بسكوت يعني مقلي ومش معروف قوي يعني. وانا عملت لهم بسكوت لذيذ جدا يتعمل على النار من فوق. تقول لنا بقى المقادير. اه يلا نبتدي بالحادق. اه يلا اتفضل. طيب نبتدي بالحادق. فطاير بحشوه المحمره. ماشي. تلات اكواب دقيق. معلقه كبيره سكر. معلقه كبيره خميره. معلقه كبيره زبده. وعلبه زبادي 200 مللي. وبياض بيضه. الحشو بقى بتاعنا معلقتين كبار زيت. بصلة كبيرة مكعبات صغيرة. كوباية فلفل أحمر مكعبات. كوبايتين طماطم مكعبات. معلقة كبيرة حبة البركة. معلقتين كبار أو ثلاثة بقسماط. علبة تونة وجبنة مبشورة. الوش بقى صفار البيضة. صفار البيضة بتاع البياض الأولاني. صفار بيضة ومعلقة صغيرة طماطم صلصة ومعلقة صغيرة خل. خل يلا بينا. احلى عجينه في الدنيا. جربوها هتعملوا البتاعه دي هتعجبكم. يا ولاد هتنبسطوا جدا. جدا. مع امير راح تنبسطوا. طيب هنحط الخميره والسكر اول حاجه. وعليهم بياض البيضه. خميره وسكر بياض بيضه. بعدين والزبادي. والزبادي وهنخلط. بس نستخدم المقادير كلها يعني. وهنخلط ونسيبها لمده 5 دقائق لغايه بس ما نتاكد ان الخميره تمام التمام وكويسه خالص خالص خالص. ده ايه؟ ملح. بعد 5 دقائق هنبتدي هنلاقي في فقاعات على الوش. معنى كده فقاعات على الوش معنى كده ان الخميره بتاعتنا سليمه. هنضيف الزبده كلها. والزبده وهننزل بالدقيق حبه حبه شويه 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 شويه. عندك وادي الدقيق حط بس في الاول كده ايه شويه لا باس بهم. ايوه كان شغل العجان ونخلط نبتدي حبه حبه.
العجينه دي عجينه طريه وملزقه شويه، هي في الاكل حلوه زياده. ممكن ما تعملوهاش بحشو تاكلوها كده. اه جميل، الزبده بتدي مديه طعم حلو قوي. في هذه الاثناء بقى ممكن اقول لك نعمل الخلطه بتاعت الحشو. بس طيب عايزين نعرف هتلم ولا هت ايه؟ استنى كده. خلاص كفايه. بس نغير شكل العجينه. ليه؟ هرويلك شويه بس هتلم. هتلم تبقى حته واحده يعني؟ ولو ما لمش، لو لقيناها هي لمت خالص. لمت من الاجناب. بصوا. وطريه. كلام كده؟ يعني لما من الاجناب وطريه اهي. هنسيبها تخمر لمده قد هنسيبها بقى، هنكورها ونسيبها تتخمر لمده ساعه. ورينا هيبقى شكلها ايه؟ وهتطلع بقى معانا الجميله دي كده يا جماعه. بعد لما خمرت العجينه بتاعتنا وتضاعف الحجم بتاعها، عايزه تعملي الحشو ولا عايزه تقسميها؟ لا نعمل الحشو. يلا. طيب العجينه دي او اي عجينه مش لازم يبقى جواها سوائل، السوائل بتبوظ العجينه. فالمحمره دي اكله شوامي بتبقى فيها عباره عن بصل وفلفل احمر وطماطم. لا مش زيت، لان دول عليهم زيت. دول انا عملتهم ازاي بس خساره. لا دقيقه واحده، هما في البيت هيحطوا زيت في الطاسه؟ هيحطوا زيت في الطاسه. مش بتقولي انا حط عليهم زيت عشان تيجي معاهم البيت؟ ما انا هقول لك بس عملت ايه. هما في البيت هيعملوا ايه؟ هما في البيت هيحطوا الطاسه الكبيره، هنحط فيها شويه زيت وهنحط البصل. اول ما يشرب ميته، اول ما يشرب ميته في نفس المكان هننشل البصل وهنخلي الزيت. لازم نعمل ده قدام الناس. اوكي ده هياخد وقت. انت حر بقى. لا ما هو مش ضروري ياخد وقت. البصل. طيب ثانيه واحده اعملها عشان بس الكاميرا ناحيه دي. البصل ده البصل كانه معلوش زيت ولا حاجه يا جماعه. بصل. البصل بس هنديله لون اصفر وهنوطي النار. هيشرب الميه بتاعته بس مش عايزاه يتحمر. اوكي خلاص. بعد كده في نفس الطاسه هننشله. هنروح مطلعينه من الطاسه، وفي نفس الطاسه بالزيت اللي باقي. ايوه اللي هو مطرحه شويه بصل بالظبط. ما يجراش حاجه. هنروح حاطين الفلفل. الفلفل الالوان. اهو الوان او احمر يعني. لا ده ملون، هو في احمر. هنسيبه لغايه برده ما لون الميه تمتص خالص. وهنروح حاطينه على البصل بالظبط كده اهو. وبعدين في نفس الطاسه هنروح حاطين الطماطم. بس يبقوا زودوا شويه زيت مش مشكله يعني. هتلاقي بتطلع زيت، هتلاقي الزيت موجود عندك كتير قوي. عايزه ايه اعمل؟ اجيب بس دي عشان نحط بقى المحمره فيها. بصوا دي الطماطم. بعد ما شربت ميتها برضو هنعمل كده. يعني اهم حاجه ما يبقاش فيه سوائل خالص فيها. حط ده عليهم. ايوه شكرا. شفتي عملناها بسرعه ازاي؟ بالظبط عشان الناس بس تشوف. لازم المشاهدين يشوفوا. هنحط بقى عليهم الجبنه، اي نوع جبنه عندنا. وهنحط عليهم البقسماط، ممكن شويه ملح وفلفل. طبعا ماشي. وهنحط حبه البركه. اتفضلي. هي دي المحمره اللي بيتحشي بيها الحاجات بتاعت الفطاير بتاعت الجماعه الشاورما اصحابنا. طيب انا حبيت ادي قيمه ونكهه ممكن الاستغناء عنها طبعا، ايه اللي هي التونه. خلاص دي ممكن بقى يحطوا، ممكن يحطوا لحمه مفرومه، ممكن تونه، ممكن لحمه، ممكن فراخ، وات ايفر بقى. كل واحد الحاجه اللي عنده. بعد كده خلاص كده هنقلب بقى. هي دي الحشوه بتاعتنا، هنقلبها كويس. افتحي بقى العجينه. وهنحشي بقى العجينه بتاعتي. مش عايزه تحتيها. يلا.
هنعمل ايه بقى؟ دي العجينة بتاعتي، هنفردها على شكل دورية اهي. كم واحدة بقى؟ تمانية. هنقسمها تمانية؟ هنفردها بالنشابة، سمك واحد ملي عشان بتنفش بس من النص لبره بقى، وعايزينها عشان نقدر نخلي شكلها دائري يبقى من جوه لبره اهو. خلاص، وبالقطاعة هنقسمها. ركزوا بقى، تمانية. كان لازم انت اللي تعمل الحكاية دي. ليه انت شاطرة اهو. طيب، وبعدين هنقسم كل واحدة على اتنين. عايزين بس صينية. وبعدين هنعمل في كل واحدة فتحات بهذا الشكل. بصي هي بتشرحها ازاي، ما بتوصلش للاخر. لا اوكي، واخدين بالكم ها، ما بتطلعهاش للاخر. خلاص كله كده، وبعدين هنقسم الحشوه اللي عندي. الايه حضرتك؟ الحشوه هقسمها على برضو تمانية، وهحط كل جزء هنا. اوكي، وهي بقى الحشوه هتبقى ازاي؟ يلا، هي دي اتشرحت اهي كلهم. يلا طيب، ممكن استخدم ايديا؟ طبعا تعرفي سجوانتي، مفيش اي مشكله. هناخد واحده واحده وهنحط، وحتى لو مش لابسه جوانتي مفيش مشكله برضه، الشيف ممكن يستخدم ايديه. خلاص، هنكورها كده، واخد بالك ما فيهاش سوائل خالص، والبقسماط موجود علشان يشفط السوائل. اوكي، دي هحط لك عليها خل؟ البيضه هنحط عليها نقطه خل ومعلقه صلصه. اللي هي دي؟ اقلبهم على بعض؟ بالشوكه كويس. لو فضل شويه مننا خلوهم، ممكن نستخدمهم في الفريزر في حاجه تانية، او نعملهم سندوتشات طعمها حلو قوي. اللي هي ايه بقى؟ بقيه الحشوه بتاعتي. فعلا حلوه. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ بلف كده وبمسكها من هنا. تاني لازم نعملها كذا مره. وريها لنا بشويش. هنعمل كده كده، وبعدين هنعمل كده ونلزقهم في بعض، ونجيب ده كده. انا بقى هعمل واحده عشان الناس، انت مش شايفين قوي، خليكي معايا بس عشان لو عملت غلط قولي لي. اتنين، بصي لي لو سمحتي. وهنلزق التين في بعض. ساتر قوي، بس هي مفتوحه شويه. وننقلها كده اللي بعدها. ثانيه واحده يا اميره، ثانيه واحده، عشان انت ايديك بالجوانتي مش جايه مع الكاميرا، الناس مش شايفه حاجه. اهو كفايه. ايوه، تروحوا جايبين دي ضمنها كده على دي، ودايسين كده اهي. كفايه بقى كده، هنروح بقى ايه، هندهن الوش. ندهن الوش ايه بقى؟ بدهنا بايه؟ احكي لنا كده. دي صفار البيضه، بياض البيضه حطيناه في العجينه، والصفار حطيناه في على الوش مع معلقه الصلصه. خش الفرن تقعد قد ايه؟ بتخش الفرن 25 دقيقه لدرجه حراره متوسطه، فرن مسخن مسبقا. احكي كده للناس عملتي ايه؟ عملنا فطاير المحمره، الفطاير الاقتصاديه، حاجات متهيألي كلها في البيت يعني. يعني بس كده؟ ناقص لك ايه؟ ناقص لي بقى الحلو. الايه؟ الحلو. الحلو انت يا حلو، اللي هو البسكوت ال ايوه. ما ايه؟ ايه البسكوت المقلي. يلا، هنسمع ايه يا مؤمن؟ هنغني الهوا هوايا. مين؟
الهوى هوايا. الله، الهوى هوايا العندليب عبد الحليم حافظ بالصوت الجميل. مؤمن خليل نسمع جزء منها، وبعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم مع أميرة نعمل البسكوت المقلي. خليكم على صباح مزيكا. أنا الهوى هوايا هوايا.
استعملت لكم برضو. البسكوت المقلي نعرف، البسكوت المشوي نعرف، البسكوت المحشي نعرف، البسكوت المقرمش، البسكوت الايه قلت بقى؟ البسكوت المقلي انا ليه في زيت غزير. اوه هو ده؟ يس ده بجوز الهند؟ اه طعمه حلو قوي بجد؟ طب يلا قلنا المقادير. طيب يلا المقادير. البسكوت المقلي كوباية دقيق، ربع كوباية سكر، ربع كوباية صغيرة، ربع معلقة صغيرة فانيليا، ربع كوباية لبن بودرة، معلقة كبيرة زبدة، بيضة صفار بيضة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وللوجه بياض البيضة بقى، ومربة مشمش وجوز هند. اوكي ماشي يلا سهل يلا. ده ايه؟ السكر. السكر هنحطه هنا اهوت كله معاه البيضة. بيضة بحالها بياض وصفار. البيضة ايوه، ودي صفار بس وصفار لوحده. ثم فانيليا. فانيليا ونضرب ونضرب. اول ما يذوب السكر ثانية واحدة نحط واحدة هنا قريب. اول ما يذوب السكر هنحطه بقى في البولة العميقة. المفروض ان هو بيتضرب حوالي 5 دقايق لغاية ما السكر بيدوب والخليط ده بيفتح خالص. الخليط ده بيفتح خالص. هيفتح حالا. ابتدى يفتح اصلا. مضرب ده فظيع. بعد كده هنحط ايه؟ بعد كده بقى هنحطهم في بولة غويطة عشان نزيد بقية الخليط. عايز ينفش عشان كده ابتدى ينفش. ممكن نزيد بقى الزبده بالمره. يلا اهو بعدين ممكن تخليه زي ما انت ونكمل. ده ايه ده؟ ده اللبن البودره. لازم بقى ننقل علشان نعجن. ناقص ايه؟ لازم من الخلط الدقيق والبيكنج خلاص كده. يلا حطهم بقى هنا. هات سباتولا سيكي بقى دي. يلا لازم ننزل كل المقادير عشان المقادير تبقى مظبوطه. ده البيكنج باودر ابتديت بيه، وده الدقيق. ممكن نشيل الزيت بس. هنقلب بيكنج باودر والدقيق وهنقلب. المعلومة اللي دايما بحب اقولها انه البسكوتات بتتلم ما بتتعجنش. عشان تطلع بسكوتية. الحاجات التانية اللي هي المعجنات بتبقى عائشية. ممكن شوية دقيق كمان. في دقيق بيشرب الخليط في شوية بس كده. الدقيق اللي معاك ده انا لسه هفرد عليه العجينه. البسكوت ده بيتعمل بالظبط زي ما انتوا شايفين، يمكن في 3 دقايق. البسكوت ده ممكن طبعا يخش الفرن، وممكن إيه؟ ممكن يخش الفرن وممكن يتقلي في الزيت. كل واحد بقى حسب مزاجه. انا بس يا دوب انا رايت تقسموا الموضوع اتنين، نص يخش الفرن ونص تعملوه في الزيت وتشوفوا الاحلى بعد كده وتعملوه. الاثنين طعمهم حلو قوي. انا عملت فعلا زي ما انت قلت. طلع مين احلى؟ ده حاجه وده حاجه طبعا. مختلفين. خلاص انا اهو هو ممكن نرفع الزيت بس عشان هو كده. انا قفلت النار هيتحرق. قفلت النار. قفلت النار اولى مفيش نار. اوكي على الدقيق هفرد. ايه
تخينه ولا رفيع هتعمل ايه؟ 1 سنتي اوكي مربعة. هتقطعيها بايه دي؟ هقطعها بال العجلة؟ فين العجلة؟ هنا. وين الهوا؟ لا مفيش بقى العجلة عشان هنجيب. مش مشكلة، ممكن سكينة. أنا عملتها مربعة، ممكن شوكة. شوكة. ده بياض البيض هضربه، وممكن فرشة. ودي فرشة. هيتضرب كويس يعني. وبعدين هدهن الوش ببياض البيض، واحط حاجه من الاثنين، يا سكر سانتا رفيش، سكر يعني اللي هو السكر العادي، او جوز هند. اوكي ده ايه ده اللي انت بتدهنيه ده؟ ده بياض بيض. هذا سكينه؟ الشوكه كانت هنا. والشريف اصله نضيف قوي. حبي ده خلاص؟ هعمل ايه بقى بالشوكه كده؟ ليه كده؟ عشان شكل. شكله حلو بس. كده. وبعدين هقطعه، هشيل الجناب الزياده، وهرجع طبعا اعيد استخدامها تاني. اوكي. ويتقطع مربعات وتحط في الزيت؟ ايوه. لطيف جديد. زي ما اتفقنا معاكم، جربوا تقلوه وجربوا تحطوه في الفرن. لو دخل الفرن يقعد قد ايه؟ لو دخل الفرن بيقعد حوالي من 12 ل 15 دقيقة. قطعة. نزله في الزيت. أيوة. الزيت بيقدح يا جماعه. اهو بصوا، الزيت مش مفروض ان هو يقدح، الزيت متوسط علشان لو قدح هيحرق ومش هيستوي. اوكي هو هنا بيقدح بصراحه. لا مفروض ان هو ماشي. واحده. بصوا المفروض ان هو يطلع فاتح خالص. فالزيت يبقى حرارته متوسطه، او ندخله الفرن لمده من 12 ل 15 دقيقه. هتقول لأميرة بتعمله؟ هتقول لأميرة بتعمله؟ يلا اديني قطعه. وبعد ما يطلع من الزيت نعمل ايه؟ بنغطسه في مربى وبنعمله اهو. وممكن بص. مربى وجوز هند. مربى وجوز هند. حلو قوي. احكي بقى. بصوا اهو بيتقلي كمان بسرعه، ما بياخدش وقت. ايه ده، انت بتحطي جوز الهند عليه قبل ما ينزل في الزيت؟ ممكن كده ممكن كده، حطه قبل وبعد. جربت ده وجربت ده. هاتي اللي بجوز الهند كده واحده. جيني اهو بجوز الهند. فجوز الهند هيعمل منظر برضه لطيف. هتقولنا بقى شكل النهائي اهو. هتقولنا شكل النهائي للحاجه. تسلم ايديكي. بعد كده هنزله في هنحط عليه مربى. هنغطسه في مربى وبعدين مشمش، وممكن يتاكل كده من غير حاجه يعني. طعمه حلو قوي قوي. شكرا. شكرا. ميرسي يا شريف، شرفتينا ونورتينا. ميرسي يا اميره. ميرسي يا شريف، شكرا ليكي. طيب نسمع دلوقتي شيل ده من ده للجميله مي كساب. بعت لها الف سلام وتحيه، كانت متالقه على طول. وبعد كده نرجع لكم ونلعب شويه رياضه مع كابتن طلعت. خليكم على صلاحته. مزيكا. شيل
ده من داير تحت عنده وكفاية غيرة حيرة ومعنده وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني شدة من داير تحت عنده وكفاية غيرة حيرة ومعنده وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني ياما شفت منك ياما ياما قلبي عاش مجروح يلا روح بألف سلامة يلا سكة اللي روح ناسي ان عندي كرامة وانت وجعتها لي شيل من داير تحت عندك وكفاية غيرة حيرة ومعدة وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك غلطة جامدة والله أسفة مكشوفة من قلبي حتة كسفة ظلمت روحي ولا يمكن أصفى لقلب قاسي أناني غلطة جامدة والله أسفة مكشوفة من قلبي حتة كسفة ظلمت روحي ولا يمكن أصفى لقلب قاسي أناني فاكر كنت في الأول فاكر لما كنت بعيد بدموعك حلفت هتعمل اللي ما يتعملش اكيد هي الناس كده بتتحول لما الحاجة تيجي في الايد شيل ده من داير تحت عنده كفاية غيرة حيرة ومعنده وانا من النهاردة مش ممكن ارضى تعلي صوتك تاني هوبا اربعة شارع شريف اربعة شارع شريف النهارده معانا الثلاث اسامي عاجبني قوي يعني اسامي الثلاثه سينمائيه يعني تحسوا كده يعني طلعت عطيه وفيق خدت بالك؟ خدت بالي ازيك يا طلعتي؟ كله جميل يا حبيبي مين غيري بيقول لك يا طلعتي؟ لا مش كتير يعني في الجيم مثلا بيقول لك لا مش يعني لا في شخصيه في الجيم الكلاينت اللي عندك هم كلهم بقى ناس كده مهمين بيقول لك يا طلعتي؟ لا بس غالبيتهم يقول لي يا تيتو مثلا تيتو؟ انت شكلك تيتو مش شوي مش قوي ساكسي بيقول لك يا تيتو بيقول لك ايه تاني لا بس اغلبيه الناس طلعت مفيش احمد دي مبدئيا يعني احمد طلعت دي احمد طلعت دي مفيش احمد خالص كل الناس طلعت طلعت تيتو طلعت دي بتاعتك انت طلعت لازم ادلعك عشان انا شخصيه نايتي كده فلازم اقول لك طلعت قول لي بقى وانت الكلاينت الزباين بتوعك في الجيم بتندههم باساميهم ولا تقول لهم حضرتك يا استاذ ويا مستر؟ لا هقول لك على حاجه انا ممكن يكون عندي شخصيتين عندي حته كده ببقى عارف اقرا الشخصيه اللي قدامي ينفع اتعامل معاها ازاي؟ يعني ممكن يكون عندي شريف وعندي حد تاني اقول له يا مستر شريف. فكل واحد ليه فرق في المعامله لانه درجه القرب من الشخص اللي عندي او الكلاينت اللي عندي مختلفه. في حد لازم تديله الحته بتاعت انه فريندلي وان احنا اصدقاء بالظبط وفي حد تاني بيبقى يعني هو شخصيه في كفر لازم تتعامل مع الحته دي شويه قول لي مستر بعد كده مستر شريف مستر شيري ايوه في عندنا حاجه ان كومن احنا الاثنين في حديد في اسناننا في بريسز عطيه لا تمام بونسوار بساله انت ليه لابس التيشيرت بالمشقلب قال لي عشان الحسد محسود هاي طلعت طيب احنا دايما في تعليق من الناس بتخاف ان هي تلعب رياضه او تعمل جيم عشان خاطر بعد ما تبطل تتخن او في مشكله بتظهر دايما انه الناس بعد ما بتعمل رجيم قاسي او دايت قاسي وبتبقى بتتمرن 5 ايام في الاسبوع او 6 ايام في الاسبوع فجاه لما بتبطل بتلاقيهم بيزيدوا تاني في الوزن دي الاسباب كتيره من ضمنها حاجه ليها علاقه بالتمرين وحاجه ليها علاقه بكميه الاكل او السعرات الحراريه. انا هتكلم معاك الاول لو انت مثلا جسمك محتاج 2000 سعر حراري وانت بتتمرن. فانت بتروح الجيم بتحرق حوالي 500 كالوري او 600 كالوري 500 سعر حراري او 600 سعر حراري. فبالتالي جسمك بيستفيد من ال 1400 او 1300 سعر حراري اللي متبقيين من ال 2000 تمام؟ الطبيعي لو انت عدى عليك فتره محتاج ان انت
هتبطل لمدة أسبوع، عندك امتحانات، عندك ظروف ما مش عارف تتمرن، ما ينفعش ان انت تاخد نفس كمية السعرات الحرارية اللي انت بتاخدها وانت بتتمرن. فبالتالي لو انت جات عليك فترة محتاج ان انت مش هتعرف تعمل رياضة وفي نفس الوقت هتقدر تقنن فكرة اكلك او السعرات الحرارية اللي داخلة، المفروض ان انت تاخد بدل ما تاخد 2000 سعر حرارية بتاخد 1500. ليه؟ لانه انت مش هتحرق ال 500 سعر حراري او 600 سعر حراري من ال 2000. فدي نقطه ناس كتير بيبقى عندها مشكله فيها، لما بتيجي تبطل رياضه بتلاقيها بتاخد، يا ريتهم تاخدوا 2000 بقى بس، لا ده بتلاقيه رجع تاني لحياته الطبيعيه، بياكل كميه اكل ممكن يوصل ل 3000 سعر حراري، فبالتالي جسمه بيبتدي يخزن. نفس الفكره في فكره الرياضه، لو انت جت عليك فتره غصب عنك مش هتعرف تتمرن بنفس عدد الايام اللي انت كنت بتتمرنها الخمس ايام او ست ايام، عشان تحافظ عند النقطه اللي انت وصلت فيها على الاقل هتعمل يومين في الاسبوع، ثلاث ايام في الاسبوع، تحافظ على النتيجه اللي انت وصلت لها. فاغلبيه الناس بيبقى عندها حته انا بتمرن فبظبط اكلي، لو انا ما بتمرنش بلاقي الدنيا السعرات الحراريه بتاعتي كلت كل اللي انا نفسي فيه، فبالتالي السعرات الحراريه بتدخل اعلى بكتير من اللي انت كنت بتاخدها وانت بتتمرن. فلازم الناس تخلي بالها، لو انا بتمرن ببقى ظابط اكلي، لو انا ما بتمرنش برضه ببقى ظابط اكلي، عشان جسمك هيخزن السعرات الحراريه اللي انت بتاخدها. اوكي. تمام؟ في نقطه تانية ناس تتكلم في حته انه هل انا هفضل ماشي على فكره ان انا بتمرن على طول وباكل الاكل الدايت والصحي ده كله؟ لا. خلينا نتكلم في لو انت وصلت للنتيجة اللي انت عايزها، في حاجة تانية بقى تبتدي ان انت تعملها، ان انت تحافظ على اللي انت وصلت له. لو انت كنت بتاكل قافل اكل دايت ومقنن فكرة السكريات والحلويات والنشويات بكميات، بترجع تاني تاكلها بس بكميات اقل من اللي انت كنت بتاكلها قبل كده. أوكي. بمعنى ان انا نفسي اكل محشي، هاكل محشي بس الكمية تبقى قليلة، وما ينفعش تاكل كل يوم. لا يعني بتتحسب بالجرامات بس، بكام صباع محشي يعني انت بقى تجيب كام صباع محشي وتقعد توزنهم؟ لا ما هو المفروض ان الطبيعي ان انت لو انت عامل دايت فانت بتحسب سعراتك الحراريه بالجرامات. تخيل بقى انت تقعد حضرتك كده حاله المحشي تغرف على الميزان، تقعد تشوف كام صباع يساوي مش عارف ايه، وتقعد ايه القرف ده؟ مطرح ما يسري يمري. واحده واحده احنا بنوعي الناس ازاي تبقى صحتهم احسن، بنوعي الناس صحتهم تبقى احسن. اللي انت بتقوله ده نحط الحله وناكل؟ لا هنغرف في طبق طبعا. تمام. هجيب لك امينه شلبيه هناكل الحله، ايه القرف ده؟ هنحط في الطبق بس مش هقعد اوزن. مش هتقعد توزن يعني، بس على الاقل هيبقى في مقدار. ايوه عشان كده بسالك كام صباع محشي وزنهم. مفيش حاجه اسمها كام صباع محشي، انا مش ما تهزر، انا اكيد مش بوزن كام صباع محشي. هتعرف ازاي بجد؟ بالميزان، في ميزان. هنقعد دوزن محشي؟ كمية النشويات اللي انت بتاكلها، كمية الاكل اللي انت بتاكلها، حتى لو اقول لك على كده، لو مش لازم طبق كبير، الطبق بتاع الشوربة ده ينفع تاكل حبة محشي. يعني هو الموضوع لو انت بتتكلم في انه ما تبقاش بالجرامات، لازم تبقى بالمقدار، بدل الطبق الكبير يبقى طبق صغير. تمام كده؟ بالنسبة لك دي مرضية؟ انا مالي انا سمباتيك. انت فلة. بلعب رياضة كل يوم. ما انا عارف. ما انا عارف. طب نرجع تاني، لو انت جات عليك فتره انت غصب عنك لازم ان انت مش هتعرف تظبط اكلك ومش هتعرف تتمرن نفس عدد الايام اللي انت بتتمرنها، حط يومين في الاسبوع في الفتره دي هتمشي فيهم، هتعمل شويه كارديو بحيث ان انت السعرات الحراريه اللي داخله بتتحرق. مش لازم تعمل نفس الاكتيفيتي او نفس الانشطه اللي انت كنت بتعملها في الجيم، بس على الاقل يبقى في سعرات حراريه محروقه عن طريق المشي او عن طريق الجري او كده. اوكي. تمام؟ فالنقط دي لازم الناس تحط في الحسبان، ان انا النهارده لو انا بتمرن سعرات الحراريه مظبوطه، لو انا ما بتمرنش فبرضه سعرات. المهم التمرين مش انتوا هتقوموا دلوقتي تلعبوا؟ هنتمرن. اقطعوا لي بقى على ايه الكباتن؟ عشان اكتشفت كله. لا هاتوا لي كل واحد لوحده كلوز على وشه. ابتدوا لي بعطيه عشان هو الاقدم. عارف انت شبه مين؟ الفنان الراحل يوسف فخر الدين، عارفه؟ طبعا مش عارف. بص للناس. لا ما صح عارفه؟ عارفه. صح شبهه جدا. مش عارف. ايه طبعا على وفيق. وفيق بقى الشبه الممثل الجميل عمرو وهبه. ليه كده؟
جميل ده شبهه جدا صح شبه عمرو وهبه في منه بص لل... ايوه شبه عمرو وهبه انا بقول لك الشبه ماشي خلاص والتاني يوسف فخر انت بقى شبه مين انا لوحدي كده انا تمام طب يلا قوموا العبوا بقى اجرب يلا بزيكا تعالى ولا جالك انا رجعت بسرعه بنشكركم شكرا جزيلا تعبتوا لا تمام ما شاء الله لا جامدين نفس كويس زي الفل انت نفسك طول عمره معروف شكرا كابتن طلعت شكرا كابتن عطيه وكابتن وفيق شرفتونا ونورتونا تعبناكم حبيبي ولبسناكم ولبسكم بالمشقلب عادي انت في شارع الشريف خلونا نشوف فاصل بعد الفاصل نرجع لكم مع ايهاب وكيم خليكم معايا لو سمحتوا هنتكلم عن أصعب فترة بتمر علينا كلنا في حياتنا المراهقة بنبقى مش عارفين إحنا إيه حاسين إن إحنا كبار وناس بتعاملنا كأطفال عايزين نمشي رأينا مش هينفع نمشي رأينا الولاد شكلهم بيختلف فبيبقوا مخضوضين من جسمهم البنات شكلهم بيختلف مخضوضين من نفسهم بيبتدي كمان يبقى في مقارنات بين الولاد مع بعض والبنات مع بعض مين طول اكتر مين اللي ابتدى يطلع له شنب مين البنت اللي مش عارف بقى شكلها عامل ازاي بيبقى في كده لخبطه سيبك بقى من كل ده الاب والام بيتعاملوا ازاي بقى مع المراهق اللي عندهم في البيت أيوه. دي مصيبه كبرى لانها مصيبه فعلا لانهم في الغالب ما بيعرفوش يتعاملوا يا ابو وكيم جاي النهارده يقول لنا شويه نصايح كده نحطها حلقه في ودننا انت خلصت الحلقه انا لازم اقوم لا والحقيقه فعلا ان الحلقه النهارده مش عن خضه الولد والبنت في سن المراهقه عن خضه الاهل يعني الاهل بيتخضوا اول ما تبتدي تبقى بان علامات المراهقه وخصوصا ان علامات المراهقه بتبتدي من سن 8 سنين بدايات سن المراهقه احنا بنفتكر ان هو متاخر عن كده بس طبعا البنات دايما بتبقى سابقة الولاد ما بين سنة وسنتين سنة ونص سنتين حسب كل بنت وكل ولد فبنبتدي بقى من السنة من 8 وطالع يبتدوا الأهل بقى يشوفوا حاجات عمرهم ما شافوها ويبتدى يبقى عليهم خضة غريبة جدا بداية من طريقة الكلام وبعض الكلمات اللي ممكن تكون حادة أو جارحة أو مش في محلها الولد والبنت بيبتدوا يحاولوا يتخلصوا من السلطة اللي كانت عليهم
فنبتدي بقى بابا لما كان بيقول للولد عيب يا ولد فبيسكت، او ماما لما بتقول للبنت عيب يا بنت ما حدش يتكلم كده بتسكت، ما عادش بيسكتوا، ما عادش البصه بت 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 بتفرق معاهم. بنبتدي كمان نستخدم كلمات يعني بنتك على المشاعر، فالولاد يبتدوا يقولوا اصل انا مش حاسس ان في حد بيحبني، اصل انا مش محبوب، انتوا مش زي الاهل ولادي اصحابي اللي بيعملوا لهم كل حاجه، فيبتدوا يبتزوا مشاعرنا. بنخش بقى في حتت احنا مش عارفين، بتبقى بالنسبه لنا كاهل كوارث. يبتدي الاولاد يسالوا اسئله احنا مش عارفين نتعامل معها ازاي ولا نرد عليها ازاي، فبنقوم قاطمين الحوار والكلام. فقدام شويه بقى لما نخش في ال 15 وال 16 ما يبقاش في بيننا وبينهم اي كلام ولا سؤال، لان هو عارف ان هو سالني انا غالبا مش هعرف، اذا سمعته واذا بعد ما سمعته مش عنديش رد على بعض استفساراته واسئلته. هو في سن المراهقه بيبتدي بقى يبقى متقلب المزاج جدا، فجاه يبقى لطيف ولذيذ، فجاه يبقى بايخ، كمان حساس، مش عايز اي نقد ولا لوم ولا عتاب ولا توجيه ولا مقارنه. فبنخش كده في حته بيبقى عندنا حد جديد في البيت بنتعرف عليه واحنا غير مستعدين للمرحله دي. منها مبدئيا مثلا التغير الجسدي بتاعه، بدايه من اللبس، فنلاقي ان هو عايز يلبس حاجات مش على ذوقنا وغريبه جدا، وتلاقي البنت نازله مع امها علشان تشتري حاجه والام مصممه انها توجهها لاتجاه معين وهي مش سامعه حاجه وحاطه في دماغها انها هي عايزه ده. واول ما تلاقي ده اللي هي لقيته وبتبحث عنه، ده بالنسبه لنا احنا كارثه كلون وكتفصيله واشي مقطع واشي بيجر في التراب والوان غريبه جدا ومفتح ومبهوأ، وبالنسبه لنا طبعا احنا مش بنقبله، لكن هما دول اللي عايزينه، فبتحصل مشاكل، ترجع البنت بتخانق مع امها على اللبس. نخش في الحته بتاعه الشعر، اللي عايزه تعمل خصله خضراء واللي عايزه تعمل خصله حمراء واللي عايز يسيب شعره طويل، واحنا في نفس الوقت الام مش قادره تصدق شكل الشعر اللي بنتها عاملاه، مش بس عشان هي مش عاجبها، عشان هي خايفة ان حد يشوف بنتها عاملة كده فيقول عليها انها مش عارفة تربيها. يعني كمان شكلنا احنا قدام المجتمع بيهمنا في بعض الاوقات اكتر من ابننا المراهق. احيانا بيبقى فيه اكل بنهم ونبتدي نخاف من السمنة. الحمى بقى، يعني ممكن تلاقي حد عشان يعني عايز طبل بلدي عشان يخش يستحمى، أنا مش عايز استحمى، أنا كويس، ابعدوا عني، أنا تمام، أنا هدخل وقت ما أحب. وبعد ما يدخل تقعد ساعتين جوه، يا عم اخرج خلينا يعني بقالك ساعتين جوه، فعشان تدخله مشكلة وعشان تخرجه مشكلة. هو بيعمل كده علشان يغيظنا. يعني هو احنا في بعض الأوقات حتى نلاقي في أول أوائل سن المراهقة الولاد بيرجعوا يستخدموا بعض الألعاب اللي احنا منعناهم عنها وهم صغيرين، ويبقى بيلعبها مش عشان عايز يلعبها، بيلعبها عشان يشوف في عينيك إن هو قادر يرد لك الغيظ ومسيطر. نيجي كمان لأوضة نومي، مش عايز أوضبها، مش عايز أنضفها، أنا مبسوط بيها كده، أنتوا إيه اللي مضايقكم؟ طب وضب أوضتك، مش هوضبها. طب اخش اوضبها، لا ما تخشيش اوضتي، مش عايز حد يخش اوضته، مش عايز حد يلعب في درج مكتبه، مش عايز حد يشوف الكمبيوتر او التليفون المحمول بتاعه. فنبتدي احنا كاهل نشك ان هو بيخبي حاجه. نخرج بقى لبره البيت، الاصدقاء احنا بالنسبه لنا. طيب انا عايز اتوقف عند الحته دي. اوكي، كل اللي قلناه قبل كده ده مش من حق الاهالي من رايي انهم يتدخلوا فيه. تمام، لبس الولد او البنت دي حاجه بترجع له ان شخصيته ودي الالوان المناسبه ليه، واللبس ده اللي بيعبر عن شخصيته، الشعر، الكلام ده كله. ان احنا برضو نخش نفتش في حاجتهم طبعا ده مش صح. طبعا انا دي وجهه نظري وانت اللي هتصلح. لا طبعا، ان احنا نقعد نقول له كذا وكذا وكذا، حتى لو راقبناهم وعايزين نطمن عليهم بطريقه غير مباشره من غير ما يحسوا. وبالذات موضوع اللبس ده، يعني لان احنا موضوع اللبس ده في مصر عندنا هنا في مشكله ان الاهالي
في قوالب المجتمع حط يعني انا يمكن انا شخص بيعاني من ده لان انا بلبس اللي على مزاجي عمري يعني دايما يقول لك ايه كل اللي على مزاجك كل بس على مزاج الناس ليه يعني هي الناس هي اللي دافعه لي فلوس اللبس انا البس اللي على مزاجي واكل اللي على مزاجي اللي مش عاجبه شكلي يبص ده حته ثانيه يمكن انا وانا هقول تجربه حصلت لي وانا طفل صغير انا اهلي ما كانوش وانا طفل اصلا بينقوا لي لبسي اوكي يعني فاهم ازاي هم كانوا بيسيبوني اجيب الحاجه اللي انا من وانا عندي 5 و6 سنين ممكن يبقى حاجه مش عاجباهم قلت لهم ايه رايكم يقولوا لي لا مالناش دعوه انت عاجبك اقول لهم البسوا خلاص اوكي ف ده بيخلي برضو الواحد عنده ثقه بنفسه ومش حاسس دايما ان امه وابوه فوق نفوخه مظبوط يعني انا جايز انا كشريف من في سن المراهقه لغايه دلوقتي المجتمع هو اللي بيقول لي ايه البس كذا ما تلبسش كذا طبعا مش هسمع كلام المجتمع اوكي اذا كان امي وابويا ما تحكموش فيا يبقى المجتمع لا مؤاخذه هيتحكم فيا فانا بشوف ان موضوع بالذات المظهر دي حاجه خاصه جدا اوكي احنا ما بننكرش خصوصيه المظهر ولو حتى الاهل يعني حبوا يقولوا رايهم فهم بيقولوا رايهم ليه اسلوب في ابداء الراي مع السماح بحريته انا ده رايي لا انا رايي بس انت حر انت حر دي بتريحه يعني قوي شيء انا انت بتسالني او انا بقول لك ان ده مثلا انا مش شايفه قد يكون مناسب للجيل بس مش مناسب ليك صح ممكن اقول حاجه اتفضل اتفضل بالنسبه بقى للبنات لان البنات بيتم اجبارهم على ارتداء ملابس الاسره شايفه ان ده الصح وده زي المظهر الملتزم مش هقول الديني هقول الملتزم اوكي فانتوا حضراتكم البنت قبل ما بتنزل بتخش الاوضه او بتخش الحمام تلبس الحاجات اللي هي جايباها من وراكوا اصلا وبتلبس عليها الزي اللي على مزاجكوا وبتنزل في اي حته بتروح شايله كل ده وماشيه بمزاجها كتير وانتوا فاهمين ان والولاد نفس القصه انهم على مزاجكم لا عشان انتوا اجبرتوهم على حاجه هم يا اما مش مقتنعين بيها يا اما مش متمشيه مع شخصيتهم فهياخدوكوا على قد عقلكم وهيلبسوا اللي على مزاج حضراتكم وتحتيه لبس تاني خالص هيغيروا بقى في المدرسه هيخشوا اي مطعم يخشوا وكتير قوي على فكره في المطاعم الفاست فود تلاقي البنت داخله الحمام بشكل طالعه واحده تانية خالص فعلى ايه ما من الاول خالص نقصر الطريق ده وكل حاجه تبقى واضحه وصريحه بدون اجبار انتوا هتقولوا اللي انتوا شايفينه صح هما في الاخر وهتاخدوا بقى الثواب ده اللي انتوا قلته بس هتجبروهم في الاخر برضو هيعملوا له على مزاجهم مش على مزاجكم هي احنا لما نتفاهم ايه ونفهم المرحله العمريه دي هو بيدور زي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير هو بيدور على الهويه بتاعته هو بيدور على شخصيته ففي الفتره اللي بيدور على شخصيته انا اساعده ومده بكل الخبرات بتاعتي لكن مرحله الاجبار في اي حاجه بتخلي الطفل اولا ممكن ما يلاقيش الهويه الصح بتاعته وتاني حاجه ممكن يتعامل بطريقه يعني ماشي ناخدهم على قد عقلهم وانا اشوف انا هعمل ايه بعد كده ده اللي بيحصل نتكلم بقى عن السجاير نتكلم عن الصداقات يعني مش لازم بس اللبس في اي حاجه انا بعملها منهم الاصدقاء اللي احنا بنقول عليهم الأصدقاء دول إيه بقى؟ انت عندك الاصدقاء دول اولا احنا بنبقى قلقانين منهم وهو مش عايزنا نعرفهم وفي نفس الوقت ومش عارفين احنا هو بيعمل ايه وكنت فين كنت مع اصحابي طب هم مين ما مش هتعرفوهم طب كنت بتعمل ايه ولا حاجه كنا بنتفسح ما بيديكش معلومات وفي نفس الوقت هو مش عايز اصحابه يشوفوا الاهل مش عايزهم يشوفوا الاهل وهي ماما بتوصلني الصبح المدرسه او بتديني السندوتشات بتاعه الاكل بتاعي واحنا موجودين معاه بنكلمه بنبوسه بنحضنه علشان ما يبقاش هو اللي هيتحط على المسرح مع اصحابه النهارده انك انت لسه ماما بقى بتطبطب عليك النغ بالظبط فهو الحته دي بيحب ان هو بيفصلنا عنه والمرحله دي لما تيجي تشوف مين اكتر ناس مؤثره في المرحله دي الاصدقاء والاصدقاء المجموعه دي ممكن تكون سبب في ان الطفل ده
او المراهق ده يعدي المرحله دي الى حد ما بنجاح، او ان هو يبقى عنده مشاكل في حاجات كتيره واتجاهات كتيره في المرحله دي. كل ده طبيعي. اقطعك في حاجه؟ اتفضل. في بقى حاجه سهله قوي، ان احنا نتعرف على اصحاب عيالنا، ان احنا نعمل عيد ميلاد في البيت. بالظبط، في البيت، واعزموا اصحابكم، واحنا هنقعد جوه، يعني يتقال هنقعد جوه انا او في البلكونه من بعيد، ابقوا بس اندهوا لنا وقت التورته عايزين نحضر معاكم. بالظبط، وهاتوا اللي انتوا عايزينه. فانتوا هتشوفوا شكل الاصدقاء ايه. مظبوط. نوعيتهم ايه. ابقوا واقفين في البلكونه وشوفوا لو جايين مع اهاليهم، جايين الاهالي اللي موصلينهم دول عاملين ازاي. ده نوع من المراقبه غير المباشره، وفي نفس الوقت بتحترموا فيها خصوصيه اولادكم. ما هي الفكره كلها اللي احنا يعني مضمون الحلقه بتاعتنا النهارده، ان احنا نقول ان كل الحاجات اللي احنا قلناها ده عاديه وطبيعيه. وكل الشباب او يعني في سن المراهقه وطالع بيعدي فيها. كوني ان انا ببقى عندي حاله هلع وذهول من المرحله دي، وان انا ما جهزتش نفسي زي ما انت قلت لحلول، وجهزت نفسي ان انا ابقى جاهز بردود على الاسئله وبالطريقه ان انا اتعامل معاها، بيؤدي ده الحقيقه ان احنا بنفقد كتير من التواصل معاهم. احيانا لو المرحله دي امورها زادت شويه بنقول ان هو مريض. يعني انا كنت اتذكر كلمه قالها دكتور ماهر الضبع استاذي وهو بيدرسنا، ان الأبوبة والأمومة مصنع للشعور بالذنب. لأن احنا لو حصلت حالة ان هو سقط، او لقينا بيشرب سجاير، او مجموعته مش مظبوطة، او في حاجة متضايق بيعيط في اوضته، نبتدي احنا بقى نشوف احنا قصرنا في ايه وما ربناش في ايه، وبعد ما نشوف مع بعض قصرنا في ايه، نبتدي الزوج والزوجة يتهموا بعض، الأب والأم يتهموا بعض، وبعد فترة نتهم الناس المسؤولين الدينيين ان هم مش عاملين حاجة للشباب في السن ده ومش بيحتضنوهم، ونبتدي نشوف ايه الحاجة الناقصة اللي احنا عملناها. وبعدين كحل بسيط، بدل ما انا ابذل اي مجهود، ممكن ابتدي اديله دواء او حاجة. وده طبعا يعني اوكي، احنا طبعا بنحترم العلم وبنحترم الادويه وبنحترم اذا كان في حد لها بالظبط، فيها ناس متخصصه جداً فيها الا ادويه دي. بالظبط، كان حصل قبل كده في سنين طويله في امريكا مشكله بسبب الموضوع ده، لما كانوا بيعملوا حاجه اسمها بوردر لاين بيرسوناليتي ديس اوردر، كان يعني اللي هو يعني خلاص انت خط كده لو عديته هتخش في حاجة عقلية أو مرض نفسي، فاحنا عايزين نلحقك بشوية أدوية قبل ما تعدي الخط ده. وعاشوا فترة طويلة جدا عندهم المشكلة دي، لحد لما طلعت واحدة كتبت كتاب عن تجربتها الشخصية اسمه Girl Interrupted، واتعمل فيلم كان عن ترو ستوري، واتقلبت الدنيا بقى. الكلام ده يرجع حضرتك 25 سنة لورا، اتقلبت الدنيا تماما، ودخلوا في حاجات، وازاي هل في تواطؤ ما بين بعض الناس والادويه والمستشفيات والشركات وكده، وغيروا المفهوم ده، وقال لك بقى احنا هنغير الفيلم ده ونقول يعني حالات مفرطه من سمات المراهقه، يعني هي لعب بالمصطلحات. اذا كان في احتياج وفي ناس متخصصه وبتقدر تعمل الاختبار ده، وفي احتياج فعلا لاخدان دواء اشراف طبي، اوكي. بس استسهال هذا الموضوع أخطأ. او ان انا على مستوى الشخصي عشان اريح نفسي وانا كاب وام، ان انا ما بذلش المجهود الصح، ادي ابني ادويه واحوله لزومبي قاعد جنبي وابقى فرحان ان انا حليت مشكلتي او مش مؤذيه، علشان انا مش مجهز نفسي كل السنين ده. الحقيقه هو ده اللي انا عايز اقوله من الحلقه دي، ان كل اللي احنا حكيناه عن المراهق ده طبيعي وصحي. حضرتك اللي بتشوفه كارثي وصدمة لأنك أنت مش مجهز نفسك. طيب هتوقف عند دي. أوكي. هنسمع أغنية، ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل. مش مجهز نفسك. بالظبط. لأن الناس بتتجوز. صح. بدون يلا عشان نتجوز. بالظبط. الناس بتخلف بالقرطة. تمام. بدون أي دراسة، أنا العيل ده هخلفه إزاي؟
هربيه ازاي، هدلعه ازاي، هصرف عليه ازاي، هعلمه ازاي، هتويه يلا نخلف عشان نفرح ويجي لنا النقطه احنا اللي هيجي لنا النقطه في الاخر. انتوا بتاخدوا النقطه، احنا هيجي لنا النقطه. هتسمع عندنا ايه يا استاذ؟ امان عليك يا ليل طول. امان عليك يا ليل طول. كفايه خلفه ارجوكوا، وبعدها نرجع لكم مع ايهاب وكيم. خليكم معايا لو سمحتوا. أمان عليك يا ليل قوي، وهات العمر من الأول. أمان عليك يا ليل قوي، وهات العمر من الأول. بحبك بيك وقلبي سعيد، بحبك بيك وقلبي سعيد. يا ريتني عشقت عن مول الأمانة. أمانة 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 يا ليلي يا ليلي. يا ليل طول على العشاق، وقول للفجر ما يبانش، يهون العمر على المشتاق، وساعة القرب ما تهونش. واغني لك يا ليل يا ليل على السهران، يا ليل يا ليل ترد علي نجوم الليل، تقول لي كمان من الأول. أمانة 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 يا ليلي يا ليلي. نتكلم عن أخطر فترة في عمرنا، فترة المراهقة، والأب والأم أو العيلة بتتعامل إزاي مع المراهق. قبل الفاصل الأستاذ إيهاب وكيم كنا بنتكلم ندرس هنخلف إيه، هنربي إزاي، الكلام ده للناس زي ما قلنا. خلينا نقول قاعدة يمكن برضو كنت قلتها مرة من الحلقات القديمة، يعني قاعدة أتمنى أنها تكون بجد يعني كل الناس تتبناها، إنك تخلف أو ما تخلفش أنت ليك الحق، لكن لو خلفت ما عندكش حق تربي ولا ما تربيش. لازم تربي، لازم تربي إجبار. لكن فكرة إن أنا أوكي طول ما أنت واخد قرار إنك ما تخلفش براحتك، لكن هتخلف علشان يعني كمالة عدد أو لازم تخلف أو هو شخص موجود، ده اولا حاجه مش صحيه خالص. لا، وممكن مش بيأذي نفسه، بيأذيني انا كمجتمع، بيأذينا كلنا. لا، اول حاجه انه ممكن يطلع لي شخص غير صالح، شخص مدمن هيأذيني، ممكن عمال يخلف وانا عمال ادفع ضرائب عشان هو محية. اوفر له
سكن ومدرسه وهو مش عايز اصلا يشتغل وعمال يجيب لي في عيال، فكل ده مش عادل. دي حقيقه. بنلاقي يعني في بعض الناس يعني بيخلفوا مشروع مجرم صغنن يعني. يعني فلا، هو انت مسؤول، ما انت مش مجرد انك انت مصنع لانتاج العيال، يعني انت محتاج انك انت تربيهم، وعشان تربيهم لازم تكون فاهم ان العدد الكتير ما هواش بيطلع منتج كويس. بيطلع العدد القليل اللي اقدر اعتني بيه. وبعدين حضرتك بقى قبل ما تخلف، احنا مش هنتكلم عن قصة قبل الزواج وخلال الحمل، قبل ما تخلف وخلال ما خلفت، قريت ايه؟ اتعلمت ايه؟ سمعت ايه؟ جهزت نفسك ليه؟ جهزت نفسك اساسا قبل الولادة بداية تتعامل ازاي مع زوجتك اللي داخلة في اكتئاب ما بعد الولادة؟ ده اول، قبل حتى ما تمسك ابنك. قريت ايه عن تربية الاطفال؟ قريت ايه عن ازاي تعمل حوار معاهم؟ انك انت ما تتحولش طول النهار لحد واخد البيت كأنه لوكاندا، ان مفيش اي نوع من انواع انك انت تبذل مجهود ووقت وتفكير مع اولادك، انك يبقى في بينك وبينهم ذكريات، وفي بينك وبينهم عشرة وتواصل. نرجع تاني ونقول ناس بتشتكي ان انا ابني ما بيتكلمش، ما بعرفش عنه اي حاجة، كل ما اسأله ما بيردش عليا، طول النهار بيهرب مني. ايوه، هو الولد ما بيتكلمش عشان حضرتك او حضرتك ما بتعرفش تسمع، مش عشان هو مش عايز يتكلم. ما بيتكلمش عشان انا ما عنديش غير كأب وام غير ان انا يا اسلخه يا وجهه يا عاتبه يا لومه يا زعقله يا ما شجعوش، فما بيتكلمش. مره كنت في قناه من القنوات ومعايا مجموعه من المراهقين، عمري ما هنسى اليوم ده عشان جالي صدمه. فسالتهم سؤال، سالت واحد، اول واحده كانت واقفه، بقولها هو انت ايه اكتر حاجه مش بتحبيها في مامتك وباباكي؟ عارف الاجابه كانت ايه؟ خمن. ما بتحبيهمش في باباك ومامتك؟ ايه الحاجه اللي انت مش بتحبيها في بابا وماما؟ مفتقداها فيهم. مفتقداها؟ اعتقد انها اتكلمت ان هما يتكلموا معاها. يا ريت. انها محتاجه يحضنوها. طبعا. لا، دي قصه تانية خالص خالص خالص. فانا رحت داخل على اللي بعدها، كان ولد. وانت؟ قال لي زيها بالظبط. قلت له طب انت مامتك مش بتحضنك ليه؟ قال عشان بتقول عليا بقيت راجل ما يفصحش. باباك؟ قال لي لا، ما بيحضنيش. البنت اللي بعدها، انت بص يا ايهاب يا وكيم، كانوا 10 او 12 مراهق، كلهم بدون مبالغه جاوبوا نفس الاجابه، مامتنا وبابانا مش بيحضنونا عشان جسمنا كبر، بيقولوا لا ده ما يصحش، ممنوع. انا الحقيقه مش عارف مين اللي قال يعني الفكره دي او حطها، لكن لو انا عايز اقول حاجه انا بايدك في الكلام ده. هو انا هقول حاجه، جمله بايخه، يعني ايه اب ما بيحضنش بنته عشان جسمها كبر وبقت مدموزيل؟ حضرتك لازم تحضنها، عشان حضرتك لما هتحضنها انت بتديها جرعه حنان وامان. وامان، انا اسف في اللي هقوله، ويا ريت الرقابه ما تشيلوش، بدل ما تشوف حد تاني يحضنها فتبقى كارثه ومصيبه. من الاخر، نفس القصه للولد، الام احضني ابنك، خديه في حضنك، مش عيب، مش عشان بقى راجل. بدل ما برضه يشوف واحده تانيه تحضنه وتبقى كارثه برضه. لا، وانت كأب ما انت ممكن تحضن كمان ابنك، بس لازم تتفهم ان الحضن شكله اتغير، وان هو مش هتقدر تحضنه وتبوسه، يعني خلاص، يعني الحضن الرجالي اتغير شكله مع غير انك تحضن بنتك، والعكس صحيح. فانت كمان ممكن تسلم على 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 ابنك، بتسلم عليه، بتحضنه. لازم يبقى فيه طبعا، يعني يحسسوا في الفتره دي بحنان، هم بيبقوا عايزين ده. هما حنان وبيبص، هو كمان هو اذا ما شافش ده كمان في الاب والام مش هعمله مع مراته، ففي عندنا حشان كمان في بعض الاسئله بتتسال قبل انك تتجوز عن شكل البيت اللي انت متربي فيه. صح.
هل علاقتك ايه بباباك؟ علاقتك ايه بمامتك؟ علاقة باباك بمامتك ايه؟ كل ده بتتسال انت لانك انت إيه؟ عشان احنا ما رضيناش نتكلم عن قبل الجواز، فاحنا بنتكلم على خلينا في حلقه ثانيه. دي دخلنا في حلقه ثانيه لانك انت تخش هي ايه قوانين الجواز. صحيح صحيح. اوكي شرفتنا ونورتنا كالعاده ونورت لنا عقولنا وكلامك الموزون. ميرسي جدا. شكرا ايهاب وكيم على وجوده معانا النهارده، بشكره واتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده. ونشوفكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.